وللحديث عن خطة الحكومة استبدال الميليشيات في المدن بقوات أمنية واستثناء المحافظات المنكوبة من ذلك، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من مالمو المتخصص في ملف الميليشيات السيد عبد الرزاق الحيالي. مرحبا بك معنا. أنا مرحبا سيدي، تحياتي لك ومشاهديك الكرام. سيد عبد الرزاق، من الواضح أن الحكومة تعمل على إعادة نشر قوات الشرطة داخل مراكز المدن وإبعاد الجيش والميليشيات، كيف تقرؤون هذه الخطوة والهدف من ورائها؟ يعني حكومة محمد الشيع السوداني منذ أن بدأت من 4 أشهر، يعني شغلها هي الخداع، خداع الشعب، خدعت الشعب أكثر من مرة، ذهاب إلى إيران وتهريب الدولار، خدعت الشعب الذهاب إلى ألمانيا وقضية الكهرباء اللي كل رئيس وزراء يجينا بهذا الفيلم. اليوم تريد تخدع المناطق الغربية أكثر مما هي مهتمة تخدع مناطق الوسط والجنوب. خداع السوداني بهاي القضية، أنه استبدال الجيش والميليشيات بوزارة الداخلية بالنسبة اليوم طبعا واسط والديوانية والمثنى تقريبا كملت إجراءاتها. الوقت اللي هي واسط والديوانية والمثنى، حتى الوسط والجنوب كله هو ما عنده مشكلة، يعني الجيش من عنده وبي، وكذلك الداخلية من عنده وبي، لكن ها الوسط والجنوب وقفوا ضد الميليشيات، واليوم علاقتهم مع الميليشيات يعني مقراتهم أغلبها هي احترقت بهاي المحافظات، فيريد يخدع الوسط والجنوب، ويعني على أنه يعني يسوي شيء جديد لهم. لكن الخطة الأكبر هي غير الوسط والجنوب سيد. نعم، لماذا تستثنى المحافظات المنكوبة من إبعاد الميليشيات عنها؟ الغربية المقصودة، المناطق الغربية، والمناطق الغربية ملف إيران بيد إيران، ملفها بيد الميليشيات الولائية اللي تابعة لإيران. الحكومة أعطت يعني صلاحيات كبيرة لهذه الميليشيات والسيطرة على هذه المناطق، وأن تعرف يعني من باب يعني المكاتب الاقتصادية أو القطاعات أو احتلال جرف الصخار أو احتلال يعني بعضها مساكن يعني خالية من أهلها. يعني أول مرة نشوف إحنا حكومة تخلي المدن من سكانها، يعني هذا الشيء يعني ما سمعناه قبل إلا في حكومة الولائيين وخصوصا الإيطاليين من 2003 إلى يومنا هذا. المطلوب من الغربية أن يخضعون ويخنعون إلى الميليشيات الولائية الإيرانية، هذا المطلوب من هذه المناطق. لا يتعاملون ويا الشرطة يعني التابعة للداخلية ولا للجيش. خطة أنه الجيش يخرج من خارج المدن والسيطرة خلال وزارة الداخلية أمر يضعف الميليشيات بهذه المناطق، لذلك الميليشيات لها الأولوية في السيطرة على المناطق الغربية سيدي. نعم، طيب هل تظنون أن الحكومة تتواطأ مع الميليشيات بهذا القرار في استمرار الأخيرة بانتهاكاتها ضد أهالي هذه المحافظات؟ سيدي الحكومة أعطت صك أبيض للميليشيات الولائية في التعامل مع المناطق الغربية، عن الجميع يعرف، الشعب العراقي يعرف كيف تتعامل، وأنا يعني أعرف هاي الميليشيات كيف تتعامل بهذه المناطق. يعني هاي المناطق بالنسبة للميليشيات الولائية مناطق ناس كفار، ناس ما يعني ما يؤمنون بالولاء لإيران، ما يعني ما من حقهم العيش، يعني يعيشون بحياة ثانية بهاي المناطق. مشكلة هاي المناطق المهجرين والمهاجرين والمغيبين والمغدورين يمرون بمشكلتين، يعني المشكلة الأولى هي حقد الولاء الإيراني على هاي المناطق، والمشكلة الثانية أن هناك من يعيش حتى من المناطق الغربية على هاي المناطق والمهجرين، وأصلا حتى يعارضون عادة المهاجرين والمهاجرين للاستفادة منهم اقتصاديا وسياسيا. هاي مشكلتين يمرون بها المغيبين، لكن للأسف الشديد يعني نأسف على أخواننا بالغربية تاركين أبنائهم يعني في المهجر في الخيام شدة البرد وحر الصيف، وإلى الآن ما اتخذوا موقف. للأسف كل ما ينهض أحد من إخواننا من الغربية
حتى يتكلم عن مظلومية هؤلاء الناس. تشوف يا أما يلتفون عليه، يا أما يعتقلوه، يا أما يهيئوا له ملف معين إذا تكلم عن نصرة هؤلاء المهاجرين والمهجرين من أبناء الغربية. نعم. وهذا الحقيقة هذا توافق مؤلم جدا، ونأمل من الغربية أن يعني يعودون على ما كانوا عليه. الغربية اللي طردت الأمريكان قادرة أن تطرد الميليشيات الولائية من هذه المناطق حتى تعيش أهلها بأمن وأمان. سيد نعم. سيد عبد الرزاق، ماذا عن مصير نحو 400 ألف عراقي يمنعون من العودة إلى ديارهم بقرار من الميليشيات؟ يعني هو هذا اللي احنا نتكلم عنه سيدي، يعني لابد من العودة، لابد من أن يعني هاي الميليشيات احتلت جرف الصخر ومستحيل توافق على عودة أهالي جرف الصخر، واحتلت مناطق أخرى ويعني معارضة يعني بشدة على عودة هؤلاء. وأنت تدري يعني لا يمكن لأي مشروع سياسي أو وطني أن ينهض في الوطن في وجود هذه الميليشيات الولائية. لا بد من التخلص من هذه الميليشيات الولائية حتى يستطيع المهجرين والمهاجرين وأبناء المنطقة الغربية يعيشون بأمن وأمان، وكذلك الوسط والجنوب وحتى الشمال. طالما موجودة هذه الميليشيات الولائية فهي تعمل على يعني تهجير الآخرين، مو ما تفكر في عودة إنه يعودون مهجرين. نعم. ومهاجرين، تفكر على أنه هي تهجر الآخرين، وجاي نشوف الشواهد يعني والأدلة كثيرة في هذا المجال. نعم. يعني حكومة الإطار حكومة يعني الحقيقة تعمل لصالح إيران وما يهم الشعب العراقي، وعلى الشعب العراقي أن يتخذ موقف سليم. أشكرك جزيلا السيد عبد الرزاق الحيالي المتخصص في ملف الميليشيات.